وقرآنك وحليه مارتي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصفون. وأيضا حي آدو عدينيسا ذاتك إني جنك شركاء الله وحلا له كدقين سبحانه وتعالى وهو وخلقهم أي وهو خلقهم سوى أوري سبحانه. يعني عيبت بني آدم كأتقي وحا كمدة اللي هي خالقها ويقرينهين أنه خلق كل شيء إني مخلوقات كيسي غيب كمدة شركاء ودقين يدهين ولو يدي يرهب يدي أيو للي وأنا صفاتك يعني ذاتك مركي حقا كوا يعدان صورتي ساكا لدوانات لكن جاهلية قشو حوية إني ألي عبد خلقي وحلصيا شركوا بهالك سكيم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد داو ديال ومركل أي برنامج كأني فلنقيت كلنك جمعة وأن أغهد جيرني هاد بسدح ذا حلقة بشا بحا مواضيع إذا الله أغهد لي يقضب ذا أغو مهم سن وأن دول استاقي إنه ما لها مضن إن سيقار الله فيريه حلقات كي سدح ذا ها بحي وحا قودهان أي كهد لهيان موضوع قود أو أه الله سبحانه وتعالى وينين تيسا إيوه نزهي ديسا أو أه قضيض أه حقيقة إله النمدا إن لعديه ضد كان إن لبرا رب قوت سبحانه وتعالى وأجدده أي تهي إن أي ضدك أقونته رب قوت أي أياشان إن أي قتان وحي أرلضا لوكين أي واهين اللعب ذان سبحانه وتعالى إيوه بلنكي الله سبحانه وتعالى أولاق علي أها إنه نظام كنولشو ذا الدنيا ذا إنتي كنوليهين إنه وافجيان وحي الله سبحانه وتعالى أكربي موضوع أن رمنينا نعاو مركز وقادنا حلقة ذي كثيكوبات وحا لمان حلقاتك أساسه آية ذا قرآنك لغا سوقادي ما دام قرآنك ويهي كتابك دعوة ذا إسلامك آية ذا هاسو لمان تود موجين هيا حقيقة إله النمدة إيا ما لها أي سيدة قوني ذا أغموقته هذا با حلقة ذا وحيقلقة يبقالها يا أستاذ عبد الرحمن محمود جمعالة إيا إنجينير قاسي محمد بارو سودة واذا موضوع عاس مركة كسابسا أوهام تددكو أي إسكاقاتان أيغو كفب وحيق إلهي سبحانه وتعالى فنديد ديدا إيو لنعك لحقيقة لبتاء أي موقتة أو أه markii ilaahi wuxiigiisa laga qaato xaqiiqdaas ayaa ugu horeeyay wixii lagu soo qaatay hadaba sadad abdirahmaan markaa fiiriso mowduucaas bal culimadu wixii ay ka yiriheen oo haamta dadku ay sameystaan iyo sida ay uga fogtahay xaqiiqada soo dhawo bismillaah runtii mowduuc muhiim u weeyay sidana markaa la rabo islaamku uu rabo tawxiidka dadka inuu u saxo waxa uu ka bilaabaa wixii khalada in dadka laga soo gooyo oo marka hore khaladka laga bari laga noqdo ama loo kufriyo kadibna la islaamo marka khaladaadka markii xaq laga fogaado la galo ama jahiliyadii marka quraanka kusoo dhexdegay ka dhex jiray ayaa ilaahay cabiraya subxaana wa tacaala oo quraanku wuxuu leeyahay maartay wajacalu lillaahi shurakaa aljin wa khalaqahum wa kharaquu lahu baniina wa banaat bighayri cilm سبحانه وتعالى ما يصفون. وأيدو حي آدو عدينيسا دادك إني جنك شركاء الله وحلا له كدقين سبحانه وتعالى وهو وخلقهم أي وهو خلقهم سوى أوري سبحانه. يعني عيبت بني آدم كأتقي وحا كمدة اللي هي خالقها ويقرينهين أنه خلق كل شيء إني مخلوقات كيسي غيب كمدة شركاء ودقين يدهين ولو يدي يرهب يدي أيوة للي وأنا صفاتك يعني ضدك مركي حقا كوا يعدان صورتي ساكا لدوانات لكن جاهلية دو قشو حوية إني ألا إبذو خلقي وحلصيا شركوا بهالك سكيم هذا وقفك ألا لغا قلي وقففك أو وين أو ألا أو إنسان كي كو عيبين أيو قرآن كنا كسن تيو رحت ألوي وأنا وح ما أنت أنا بجي لو جاهلية دي ما أنت جورتها أي لا ضد كوري جني شركوك دين كوان إسكي شركوك دين مامولكي
إلهي الله لصيا سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. وحكلو أي علمدو أي تلمامين يجو عسكن هي آياتها هذا الأخرسي آياتها لمتك القرآن كقصو أراري إن معناها وحوي مركي قرآن كضدك أعديو صفاتك إلهي سبحانه وتعالى ولقارك يه عدل وذاكت إنجرين كنفك وحيالها بين آدم كو أي ملاين كران سيد هذا آياتها الأخرسي شيء أو كلا كذب أي قرآن كمرك وحوسو جذيا بين آدم ك وحوي دعوذي الصح ذا يكو آدم وحق مذينها الله سبحانه وتعالى صدق قاسم جناره موضوع حي علم ذكرهن موضوع سوى صحوه إلهي سبحانه وتعالى بديع السماوات إنه يهي أو أنا شريك لهين بقول إنه لو عيدها كصهر لين أيضا كحكت وحي له ذلك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه الله سي أود سله أو كون كان أبوري oo koonka asiga iska leeyahay adoomadaasi oo yaana ilaahay subhanahu wa ta'ala u yahay midka arzaaqaya oo intaas oo dhan abuurka iyo milkiyada koonkan iyo arzaaqdaasi id la wadaagta inuu san jirin marka allahasi baa la rabaa dadka inay rumeyaan ay inuu yahay rabbigoodi asiga abuurtay arzaaqayay ayagoo dhan iska lahaa in aba cibaadadoodi asiga halkiisa u jeediyaan ربكود إنه يهي إني أعبدان أمر كيسي إيه حكم كيسي إني قاتان ويو أسيغا إسكاله أسيغا أبورتي تامركو حكا لنا يوار رب النموي رب النمدن معنى هذا وحوهي إن صفات الربوبية أردن وهي كينسانا يهي إن الله كليا إكو كلا نقطة تاس مركة دادكو حي كينيسا إني أسوي أوهو غان سمان حكم كيسي إشار إيسا أوهو غان سمان إبادة إن أسيغا أقود بيان أو شعائرتي iyo wax Alla wixii keensanay in loo khuduuco in Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga uu khuduucan waayo id Ilaahay rabbinimadiisa la wadaagta ma jirto id boqortooyadiisa la wadaagta ma jirto id risqiga adoomada sintrodi iyo taakulayntoodi id la wadaagta ma jirto Ilaahay marka asaga kaliya ayaa iska leh rububiyada barakallahu fika runtii waa horena way u jirtay oo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam jahiliyadu la joogay way waydiyeen kuwa maantuna way waydiin hayaan marka quraanku maadaama uu ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dadka bara u rabo dhanka laga barahayo ee noloshooda saameynta kula kasookumaane waxa laga barahayaa dhinac ayagu ayna taag u haynin aynana u sameysneen inayna waqti isaga lumin noloshan laga rabo inay ku toosnaadaan wax alaaqo ay la leedahay male sidaas daraadeed buu quraanku tubjiiha saxa u siinaya markaan eegno xalaqadii labaad isla mowduucaan ah Alla subhanahu wa ta'ala weyniintiisa iyo nasahidiisa ayadoo sii daba socota ayaa waxaa sa looga dhigay aayada weyn ee Qur'aanka ku jirta ee ah aayatul kursiga oo uu nabigu ku sheegay acdamu aayatin inay tahay marka bal saad jimcaale qaybihii culimadu ay ka taabteen ee ah aayadaasoo dhammaanteed Alla subhanahu wa ta'ala sifaadkiisii afcaashiisa iyo saameynta uu koonkan ku leeyahay ku saabsan bal nooga waran aayatul kursi horta waa aayad oo yacni acdam aaya fil qur'aan weeye aayad qur'aanka ugu weyn weeye sida nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay waxa ay ka qaadatay calamadana inay qur'aanka aayada ka dheedheera jiray ugu dheertaa maahe waa macnaha ay ximbaarsan tahay basharka usoo gudbinayso ayaa siinaya caadamada iyo weynanka ay quraanka weynta waa aayad tawxiidka ku saabsan ilaahay sifaadkiisa ka hadlaysa yacni qofkii qalbigiisu soo jeedo dareenkiisuna intuu la egyahay xaqdoon ku ah ka buuxin karta ilaa macrifo ilaahay subxaanahu watacaala maala marka la bilaabo waxaa leeyahay allahu laa ilaaha ilaa huwa halkaasaaba laga bilaabo allahu laa ilaaha ilaa huwa yacni alle ilaah aan asagahay ma jiro معناها ألوهية مركا لأسو كيانو ألا كلي الله سبحانه وتعالى لك لأه عدك لو صفاتها قادة كرتها مجرد هران أمجرين هدنا مجرد من نجرد دونت ومركا وميل أكلي كوي هاوي ألوهية سبحانه وتعالى أساق موي إله كلا مجرد ومعنى هذا وحاوي إد إبادة مضطي إن لوه قانسا مضطي إن لوه خضوع مضطي وحترك ألوهية اللي قرر جيه
loogu hoggaansamo sidaas oo aan asaga ahayn ma jirto. Cid kasta oo marka meel kala saartahay waa dulmi iyo maaragtay qalooc ku jira wey. Walidaalika qur-aanku waad aragteenoo markuu shirka ka hadla xoogaa ina shirka la dulmin cadi waxa keena waxa weeye meel uun asbaab keenta aysan jirin meel aanusan raadku lahayn bay ku magmagayaan. Marka waa gardarro loo geysanayo alla subxaanahu watacaala wey. Marka alla waxaa la yidhi uluhiya asaalka illah waa la sii sheegay oo waxaa la yidhi الحي القيوم إلهي سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم والحي القيوم الحي ما حي فائدين نساء وحي فائدين نساء حياة أبدية وجوكتها وأن تجين أي أل إسكالي سبحانه وتعالى مجرته من إيمان يسو لحظة إلهي وكونك كم غني سبحانه هذا الشيء وي قيوم وي وإستقى أتاقا يعني خلق جيسا مارين توضا habayntooda wax u qabadkooda la xisaabtankooda nidaaminta noloshooda asaga qayuma wax kasto kale jiraan asiga ku istaaga marka waa noole abadi ah oo waligiis nool haddana qayum ah waligiis taagan oo daal iyo aan marka waliba wax la yiraahdo hayyul qayyum marka la la taakhudhu sanatan wala nawm asoo saas oo qaayma oo wuxu u taagan oo cid kale ayan la haynin ayuu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala quraanka لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن قفك موقتها مركي سنة كل عضو اللو الموضو أما أهردوه لحظة إيضا خوشو هاي وكم غني الله سبحانه مركي سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم مركي مجرته لحظة كونكو وخوشيسو أي كلاق أضا مجرته حي لي قائمها الله وهي إلهي بأتاق سبحانه وتعالى ومن صفاته دائما وحكم ذا ألا تأخذه سنة ولا نوم لما قبط الله بداس marka yaani marka macnahaas aad xirto marka alle uluhiyadi kali yileeyo aan cid la lahayn subxaanahu cid astaayisho asaga ayna aysan jirin sabab keenta baahidaadna aysan ba jirin maxaa yeelay waxa uluhiyada dadka kale la siinaya laga raadinayaa asaa u taagan subxaanahu qaayimo ma garad nasina uma baahna ka bedelidna uma baahna wax u baahan yahay ilaahay maala subxaanahu watacaala idan marka waa yaani macrifo waxa weeye xayi ah oo nool oo ilaahay subxaanahu dadka oo iska siinayo waana sida bini aadanka laga rabo caaqilka ah inuu sida la isu barayo u barto alle u qaato waxa ay ka dalbaysana uu la yimaado sameel kale la aadan xuquuqdii alle uu lahaa subxaanahu wa tacaala barakallahu fiika culimadii markay ka hadlayeen xalaqadan aayadan way sii wadeen iyagoo markaa ka tilmaamayay sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaarka ah ee uu bini aadanka isku barahayo marka jawaanib ay ka mid tahay xagga cilmigiisa iyo awooddiisa iyo marka jinaar qaasim haye waxa weeye sifaatka ilaahay waxaa ka mid ah lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard taasi oo macnaheeda ay tahay in allah subxaanahu watacaala koonkanoo dhan asaga inuu leeyahay samaawaadkaasi iyo aradaasi wax alla waxaa ku sugan noocu doono ha ahaado in ilaahay milkiyadiisa ay tahay oo asiga xaq u leeyahay cid la wadaagtaan inaynan jirin bani aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala qeyb baa laga siiyey oo ah midda ay khilaafada ilaahay yacni u khaliif kaga dhigtay ay ku gudanayaan bani aadamku waan ognahay wax uu leeyahay ma jirto yacni qof kasta oo isyaqaana maalinta dhulkan caloosha hooyadiisu ka soo baxay asagoo qaawan aan waxba wadan buu la yimid marka kistan ilaahay siiyey oo ayadan loogu talagalay ha u yaraato ama ha u badnaatay qof kastaba in ay ku gutaan khilaafada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khilaafadaasi shuruuddeedina waxa weeye inay u hoggaansamaan allah subxaanahu wa tacaala manhajkiisii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisii iyo nidaamkiisii uu yahay midka ayaga isugu imaanayaan oo ay hoggaansamayaan taasi baana ah midda yacni maaragtay milkiyadan la siiyey inay u gutaan haddii shareecadaasi ay yacni shuruuddaas ay u hoggaansami waayaan macnaheeda waxa weeye waa buraysaa yacni mataqaana wixii yacni maaragtay xaqii la siiyey inaynan kasoo bixin oo waxay ku mutaysanayaan ilaahay cadaabkiisii marka qadiyadaasna waxa weeye waa qadiyada tilmaamaysa aayadan lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard wax lasoo yareeyey yacni wax lasoo koobay maaha waa qadiyad iyadoo dhan waxa weye furan weye
يعني ملكية فرن عن حدود لهين ما في السماوات وما في الأرض تاسن وهوي إلهي الدومي أساس برايا إنه كون كان لن أسيئ إسكره بارك الله فيكم رنتي مركات في رسان آياته السيدي سكوحك حيقان وبريتان وهي إلهي الله سبحانه وتعالى الدومي إسبرهي سي أي عبادة أمدنه وعابدان عدك لنا أين وحب أولو ذا جنن سيداسوك لحلقة دي سدحات وحال وسوقات آية ذكرة وأيقونة المام هي وحوي أوهمت إيو أساطيرتي كتر كتانت بن آدمكو مركا إي وحيقة كفوغا ذان أي سميستان أو أي نلوشو ذا كوها بيان وقران كتر المام إيو سيدا أرين تاسي لفتيدو أيانو أهين أرين معناها حقيقة ذا كون كان وافق سن لنعك لنا مركي عقلي إيو سيدا بن آدمكو أفكر لغفيرينا هذا ديل قاف بقى أو آن دا أقل من إسكدا مارت يعني إن أي ال لا أي ون وأي كتل ما مانة حتى ضدك عادي جاهي مركي فيريان عن أقل من مركا حلق آية ذا هاسنا وحنرنا بل إن دبلستاك وسميسو سجم على بسم الله الرحمن الرحيم طا آيات كان هذا عن كارل دورنا إن شاء الله وحي توضيح أكثر أويهن أما سي أنت قرأ كبل عارن الله سي موجنية لينانتها أما رتي جاهلية ذا أما ذاتك مركي حقا خفوا قادان إيرادان الله كهلينا ماشاء الله قشو يعني إلهي وحلو سبحانه وتعالى أفأصواكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا يعني إنسان كما أكتهي مركو وقف وقف حتى حق الدن هذا قال ها هذا جاهلي ها هذا الله يوسن قرني لكن مركو هلينا عدوك هلينا الله إلتهي معناها ماش قولي ده طال ده كاري لها لو دي ماش وجو قالوا ويه ما ده لو غن على واحد الله إنه سلس مغيران لكن محسق سوق رواية وكقوذي أما أسيري وكما أنفع عيان إنه الله كو سيو وحلق من أنا أسوي إساسيو وأد وقتها يعني في البعض اللي نفتي سي أتكو سيتاي مركب حق القيمة مركب إله وحليه الله مويلش ودين كدين قولي لو دين صاعي سيجارة دين سي سنما لايتو قبل كديكتين ساسا يعني منطقة مركا أو محي هيدي لجرب ويران حتى قال لما ضاد مركا لو إملان لقاه الله يا ما هاي إلهي واحد واحد دان يجا جرب معها مدك لماها ملايكة إيه ذكر كإيه إنثه أما الله رجع يا هوامكو إنه إلهي قال جعله أفتي سكوت جعله إلهي واحد ذات كله جعل هذا إنما حاوي والتقوى إيمان يوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما هني ربي يددك معها لكن وحال ليه وذينك عقلي ردين حتى مو واحد قرن ويرين ناس أجوتاني إلهي كنتان ويرام حال سوق ورتان إن أو قرتان وحاك هنا يسان الله كهتان أنت ساك أكين ويدين بلي مرك وائد أو مارتي يعني حد دافطيوه حد دافطيوه مرك يعني قاب وحوي توبيخنا أما إلهي وكو عدينا سبحانه وتعالى عددك مركي حق كل إحدان إذن أنا بان حقك هل لينو إلهي وحوز كشيكي أنا اعتباريني إن بان الله كهل لينا ساسي أهل الله يعني ما يقصد جوغان آية ضيبة كجرتاو حالي إنكم لتقولون قولا عظيما قولا عظيما يعني إنو ورك ورسه لنا ها ورسه لنا وهذا الوين وين مقرد في ميزان الحق بكوين يعني إياك هديرو هلفو ضلالا لكن هذا الكا أي شيكين وحوي ور وحوي مركا يعني إلهي سبحانه وتعالى محمد يهي يوم حاول وسلم مضنين يا الله قال لي ملك دع أن وح محول ما يسنجرون ما يمان ولذلك لا تقولون قولا عظيم وحلو لي وحوي قولك عظيم شرف يوين كدين عزمة إيه وحوي بفتان يبان يقف عظيم وين وده إلهي كجل يسامه سبحانه وتعالى بارك الله فيك سيد علمضو أي واحد لين طبعا سيد هربا يعني كتر كتان تاسي أوهام تاسو حد بيا لقرآنكو إنو معناه حاوي سيد هادو سيد عبد الرحمن الشاقي حتى عقلك بن آدم كمنطقة إنو صن يعني وحتى أوكينا يعني لكن قرآنكو لنع كلا أيو كتو سالي أو وحان إني هين وحان معناها مال هاي سن مركز سيد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى آيه كدن بيا موضوعا وحوي إن كون كانوا لن إلهي التسبيح سنعي تسبح الله السماوات السبع والأرض ومن فيهن مقرأت كون كان أنتوا لأجيها السماوات كان يعرضان
يعني نوع كست خلقك إلهي مد دولة مد حمارته مد بدر لحد هذا كجره مد يعني جماد يعني مد نول مد أنولين وهي خلق إنسان كمويانة خلائق ذا الله أبو رتيدن ملائكة الغصب بالله حشرات كأغير كل جود إن إلهي سبحانه وتعالى كتسبيح سنيا قضية داس كلية مركو قلبي كفكره أما درين سيو وصورة آدي عجيب بذن ما دام خلائق ذا صدن أو إلهي سبحانه وتعالى أي أوه قانسيين أو أي عابوذيان أو أي تسبيح سنيان أو نزهيان وح الله وهي نسخان أحكان نزهيان إنسان كمويانه مشكلة هذا واحد لقى هذا هو إنسان كيوي أو إلهي سبحانه وتعالى أصيع أبورتي كيل الربي أو مدنى أو إلهي سبحانه وتعالى أغلي وحيا وفر بدن وإلهي كوجرانكرو سيء أصيع أي نقضي متكي متقان عرنتي كجابي قد يدنا مش لقى هذا وحويه وإن وحل وش سحب تميو وأغلي جاس إلهي سيء لكن بني آدم كان أقل أيضا كله أو إلهي سيدي وذو أبوري وحويه كل جود وحيقهم جانسين و اي تسبيح سنيان و الهي سبحانه وتعالى ادو ليسين و الله سبحانه وتعالى مركه انسانك ام با كبحسن مركه قضيتاس نو سور اد عجيب بدن مركه ادي اد سور ديستيد يعني ملائكتي يعني حيواناتك و وينا و هي بد كجري و هي دولك غرغورناي و هي دولاي كل جود يعني الهي جماداتك اما يعني و هي ادكا غيدي وحكست ان الهي سبحانه وتعالى اي او تسبيح سنيان أو إلهي كله سبحانه وتعالى نزاهيا يعني. تاسبا بارك الله فيك سبت أيضا قيبت إلى الدنباب إلهي لي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا رنتي مركان اسكسو قاد اسكسو دوبنه سيدان هريبة أشيقني هدفك وحاوية إن أي دتك قرتان وحاوية حقيقة إله نمد الله سبحانه وتعالى أقون ربه أو حقيقانه وياشان ده بدينا أي كعبودان أقون تاس إيوه إن أي نلشوا ذا وافجيان اللي هي أبورتي سيد أكدون هاي مركا وحنركا إن مركا آياته أنصام مرني قيبنا إن أي ماشة كسارة يسوع وحوي واحد بن آدم كوحيجا أيجو كفوج أي مل أولان إيوه حقيقة ربتا أي قرآن كوجير هاي الله سبحانه وتعالى صفاتك إيو أفعاشة وأسقو ليهي أو ضدك ووررمهي وانا أيتهي إني ضدك مركا نلوشو ذكوها بيان وانا حقيقة ويو ما أنتي خفنا اسمه أورانكارو وحاوي جاهلي ذي هورا سيدان أحيد جاهلي ذي هورا لفتو ذا الله إنو كون كان أبوري وأقايين لكن إنو حالي اسكوها يساو حيتهي كون كان أساقا أبوري أساقا إسكالة أساقا مامولة أساقا اللوهو قانسينيا وحي كتلان هيا لرابا إن الله أس أدون نمذا الله قاريهلا نظام كأونولشان أغطى لقاننا أيدتك الرعان سيداد راد دواد أرنتاسونا ودعوة أسادعونا بالحق أيدتك أغوية ريسو أولا لأن لان هاي ورددو انتا غوري غورتا هاي ربقين أقون وياشا أو أقون تاكو عابودا نلشينا أهقامية انتان حلقك لكو كل مينو حذلان هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.